جسر جديد من جسور عاصمة الضبة بلندن قررت فتحه الكلية الملكية البريطانية مع نظيرتها الجزائرية، حيث استفاد 27 طبيب جزائري من ورشة تطبيقية للجراحة من آخر الخبرات والمهارة في عالم الطب. لقد كانت هذه الورشة مناسبة مفيدة للطلبة الجزائريين، وهذه خطوة جديدة في إطار دعم التعاون بيننا. ثمة تأشيرة خاصة ومنح للأطباء، نتمنى أن يستفيد منها الأطباء والطلبة الجزائريين. هذه الورشة التي احتضنها قسم الطب في الجامعة المركزية بالتعاون مع السفارة البريطانية، حضرها كل من سفير المملكة المتحدة ووزير الصحة السابق وعضو مجلس الأمة البروفيسور مسعود زيتوني. هذه العملية قبل ما يديروها في الجزائر داروها في 26 بلاد، ومبرمجين باش يعملوها منا وعلى فوق على تقريبا 50 بلاد. أنا سعيد جدا بعد نهاية هذه الورشة التي تعد لبنة جديدة لدعم التعاون بين بلدينا. ثمة جامعات ومؤسسات جزائرية كثيرة طلبت التعاون مع الكليات والمؤسسات البريطانية، ونحن سندعمهم. هذه أول مرة لهذا الاتولي، هذا تاع تكنيك شيروجيكال تاع الجراحة، يندار مع لو كوليج رويال دو شيروجي دو غران بريتاني. وحنا اون غوميرسي هادو لي دونك الاساتذه اللي جاو، اون غوميرسي سون اكسيلونس لامباسادو دو غران بريتاني دو نو افوار بيرمي دو فير سو جونغ دو رونكونتر. تطوير اللغه الانجليزيه لم يعد عائقا امام الاطباء الجزائريين، لا سيما ان لغه شكسبير صارت اللغة الأولى متداولة عالميا. اللغة اللي راهي معمول بها عالميا في العلم، هو اللغة الإنجليزية، ولكن بفضل الإرادة تاع الطلبة الجزائريين راه فيها يعني تقدم كبير كبير. في المستقبل سيكون عدد كبير من الجزائريين الذين سيتكلمون اللغة الإنجليزية، وقد اتفقت مع وزيرة التربية الجزائرية من أجل تطوير اللغة الإنجليزية. ورشة أخرى ستنطلق يومي الخميس والجمعة بعاصمة الغرب الجزائري وهران في انتظار مبادرة أخرى. هذه سيتي اون انيشياتيف من ان غروب دو ميدسان جاونا من لانجلتير. une algérienne qui est établie là-bas جات دارت المبادره هذه، جابوا معهم لي انسترومون باش سيتي pour nous apprendre les basiques de la chirurgie. مجال الطب والصحه هو ثاني مجال فضلت بريطانيا تعزيزه مع الجزائر بعد تعليم اللغه الانجليزيه، في انتظار المزيد من الخطوات مستقبلا بعد الاراده السياسيه المعبر عنها مؤخرا بين البلدين لدعم التعاون الجزائري البريطاني.